تنفس الصبح وتنفست معه إدلب السعداء. صباح لا يشبه أي صباح في ريف إدلب الجنوبي. الغيوم والأمطار شكلت درعا أمام الغارات الجوية وقتل الأبرياء، حتى حبات العنب بدت بشكل مختلف. الياسمين أطل بعبقه. باسل أحد سكان ريف إدلب الجنوبي، أعاد فتح دكانه الصغير بعد هجره طوال فترة التصعيد العسكري على المنطقة. يعني المطر والغيوم يعني أوقف الطيران عنا، يعني عن القصف بعد شهرين ونص وأكثر، يعني إنها قصف شديد وكنا الملاجئ. اليوم الحمد لله رب العالمين الجو ساعدنا إنه خف الطيران عنا، منع الطيران الحمد لله رحمة الله. وعلى أسأل طلعنا، صرنا نطلع على الأراضي، نطلع اليوم على محلي، أنا فتحت محلي الحمد لله رب العالمين. لاحظت حركة إنه العالم بلش يتحرك، طلعت الأرزاقة. لا صوت اليوم يعلو فوق صوت الرياح وحبات المطر، لا هدير محركات المقاتلات الحربية، ولا أصوات انفجار البراميل التي حصدت عشرات الأرواح منذ بدء التصعيد العسكري أواخر نيسان أبريل الماضي. هكذا كان الحال في إدلب قبل بضعة أيام. قصف ودمار في عشرات القرى والبلدات، ونزوح عشرات آلاف المدنيين نحو الحدود السورية التركية. نسمة من الشتاء في هذا الصيف الملتهب بالقذائف أنعشت إدلب، لكن ماذا بعد أن تنقشع الغيوم؟